السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معك شيخنا، كنا بنسأل لو حد توفى وعليه دين وهو عاجز عن سداد الدين ده، هل ينفع يتفاعل من زكاة المال ولا لا؟ يرى جمهور أهل العلم عدم جواز سداد الدين من أموال الزكاة، دين الميت، دين الميت. يرى الجمهور من العلماء عدم جواز سداد دين الميت من أموال الزكاة، إلا أن بعض الظاهرية وقلة من التابعين قالوا بالجواز. نعم. طب ولو صدقة، هل يجوز إن احنا نجمع له صدقات؟ أما الصدقات فجائزة. جزاكم الله خير. وإياكم.